جولة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية ببداها من قصر اليونسكو، فبدعوة من المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار الوطني تحيي الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية أمسية موسيقية بمناسبة يوم أوروبا بقيادة هاروت فازليان مع شرب الروحانة على العود وجوقة معهد الإديسي رفع الموسيقي بقيادة راهبة اللبنانية المارونية مارانا سعد ومدرسة القديس غوريغوريوس. الخميس 8 ايار هو الموعد، يعني ليلة الساعة 8 المساء بقصر اليونسكو. رح نتابع هالمرة مع لا بلانيت ميرفيوز لشانتال جويا، عمل لجان جاك دوبو لكل العائلة. يعني شانتال جويا اللي رافقت طفولتنا وعم ترافق طفولة الجيل اليوم رح تكون على الموعد بلبنان ب 28-29 حزيران بعرضين يوميا الساعة 4:30 و 6:30 بيال بيروت. تابعين ورح روح على المسرح مرة لوحدة، مسرحية جديدة من إخراج شادي الهابرن طلعت على مسرح منو الأشرفية من بطولة خلود ناصر. خلينا نشوف كم مشهد. إذا رح نتابع كم مشهد المسرحية، مقرر مستمر تستمر ل 11 الشهر، إنما جرى التمديد من هلا. بنشوف مشهد. ولدين، واحد كبير وواحد صغير، وبما إنه كل الخدم تركوا البيت، صرت أنا اللي لازم أهتم فيه. هيدا جوزي مبسوطة. قالوا شد السلسلة بركي بتسحبني البلوعة. لحم الفيليه كان ملون بردقانة، بس ابني متيم بحبك. مشوار هالبحر أنا مالية. رح ننتقل لمهرجانات لبنان الدولية، هالمحطة المنتظرة من اللبنانيين الأجانب والمغتربين. مهرجان جوني الدولية بتقدم ليلى مع أجمل ما كتب ولحن ليسر حباني اللي عطى كتير للفن بلبنان وللغنية اللبنانية بمختلف الاتجاهات اللحنية اللي تعاون من خلالها مع عدد كبير من الفنانين. 2 تموز موعد مع ليسر حباني بملعب فؤاد شهاب، رح نسمع من أعمال الفنان اللبناني الكبير شفته بالقناطر وصباح. شفته بالقناطر، حكيته بالقناطر، قال لي بكره راجع وبعده قلبي ناطر. شفته بالقناطر، حكيته بالقناطر، قال لي بكره راجع وبعده قلبي ناطر. اجى عالدار وانا بالدار، اجى عالدار وانا بالدار، صارت بعد ما رافقت مهرجانات الباترون باخر سنتين، مجدة الرومي بترجع هالمره على بيت الدين تتقدم افتتاح كبير لها المهرجانات الدولية العريقة. مجموعة من الأغنيات بين القديم اللي منحبه كتير والجديد اللي منتحمس له. الموعد مع ماجدة ب 26 حزيران. لما تسلم علي بيدي تدوم بإيدي، تحكيني بحني انسى الكل حولي. لما تسلم علي بيدي تدوب بإيدي، تحكيني بحني انسى الكل حولي. لما تنادي علي وارجع من عيني، تحلق شو بصير في شو بقلبك يا حلا. انت الملك قلبي، انت الملك.
لكن الموعد ب 26 حزيران بافتتاح مهرجانات بيت الدين، رح اختم مع ليله ثقافيه ارمنيه مياسين ليله الخميس من الساعة 7 المساء لمنتصف الليل على درج مرن أولى بالجميزة. بهالليلة في أكل، في تسلية، في جمعة حلوة للعائلة مع عدد من الفنانين، منهم جارابالا باند، بيير شاماسيان، وهايبر دانس جروب اللي عم نشوف مشاهد من شغلهم سوا. خليني اقول كمان له على درج مرن أولى الجميزة في اكل ارمني وفي صناعات يدوية تقليدية ارمنية. رح نروح عند جوال بجولة على التراث. مباشرة الى غرفة التحكم للمرور ببيروت مع المؤهل الاول احمد شعبان. صباح الخير. صباح الخير جوال، كيفك؟ ماشي الحال تمام. نحن عم نشهد على امطار يعني عشوائي ما شفناها بالشتاء، وبعرف انه هالشيء بسبب زحمه سير اكثر من المعتاد صباحا. صحيح، الله يبعث الخير. نعم اكيد. مثل ما بتعرفي صرت اجمالا يعني كثافه الامطار عم تاثر كثير على حركه السير 100%. عندنا المدخل الشمالي عم يشهد حركه كثيفه من جوني باتجاه بيروت. ضغط السير حاليا عم ببلش عندنا من الضبيه باتجاه انطلياس جل الديب وصولا للكارنتينا شهر حلو. الإشارات والمستديرات عنا عم يشهدوا حركة كثيفة من نهر الموت وصولا لخباز، عم يضغط السير عنا من خباز، صالومة، حايك، جسر واطي. نعم. باقي الإشارات والمستديرات رزق الله الشفروليت دكواني الحركة كثيفة عم تكون عليهم. عنا ضغط سير على أسراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا. نعم. سمك. ضغط سير عنا كثيف من الفيات باتجاه العدلية على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه أوتيل دي سي سين. نعم. خلينا اختصر شوي حضرة المؤهل الأول، يعني إجمالا بشكل عام عندنا ضغط سير، ما في عوائق، في ضغط سير طبيعي ويمكن بيزيد شوي بسبب الأمطار. صحيح، ما في عندنا أي عوائق الحمد لله على الطبقات. انا بعتذر منك، رح جربت اطشك عن الحديث بس ان ما بقى عندنا وقت كثير، مشان هيك لخصت انه ما في عوائق. ولا يهمك. شكرا لك، انت معنا بكره منعوض بنحكي اكثر. ميرسي، شكرا لك. بريك نرجع نتابع اخبار الصباح، خليكم معنا.